ايضا. Yeah.
تواشيك الآن، ذكية جدا الكرة، مثالية خلف المدافعين، اختطفها كما يجب، مهدها وهيئها بالرأس، واضح أنه وضع الكرة لنفسه يعني على الكتف عصام جمعة. هنا المرور هذه الكرة، شادي الهمامي في مواجهة محمد حمود، الهمامي على يمين حارس المرمى يفتح باب التسجيل في منتصف أحداث الشوط الثاني. ينجح شادي الهمامي بترجمة الكرة بترجمة ركلة الجزاء ويسجل أول الأهداف في هذا اللقاء على يمين حارس المرمى. يعني نقترب من الأمتار الأخيرة في عمر اللقاء. حتى الآن يعني كلا المدربين يحتفظ بالتشكيل الذي بدأ فيه في هذا اللقاء. كرة عرضية خطيرة والتعادل من اللاعب المميز، من اللاعب الممتاز الذي لعب الشوط الثاني لفريق النجمة، اللاعب أكرم مغربي. إذن يسجل الهدف الثاني ويذهب مباشرة لعناق المدرب السيد تيو بوكير. لمسة عرضية كانت رائعة مثالية من أحمد عبد العزيز، لاحظ العمل الجماعي، مثلث جميل عباس عطوي، هي صورة الحقيقية. وفي أحيان أخرى لم يكن بالوضعية المعروفة فريق الكويت، لازال يعني يعاني حقيقة بعض يعني من غياب التركيز. هذه كرة سريعة خطيرة فيها فرصة كبيرة والشباك تهتز بقدم الكبير صاحب الخبرة وليد علي. وليد علي إذن في اللحظات القاتلة في الوقت المقدر بدل ضائع في اللحظات والثواني الأخيرة يأتي بالهدف القاتل لصالح نادي الكويت الكويتي في شباك نادي النجمة اللبناني. هدفين لهدف إذن هنا لعادة من جديد. الكرة بدأت من الناحية، فرصة التقدم باتت وشيك الآن، ذكية جدا الكرة، مثالية خلف المدافعين، اختطفها كما يجب، مهدها وهيئها بالرأس، واضح أنه وضع الكرة لنفسه يعني على الكتف عصام جمعة. هنا المرور هذه الكرة، شادي الهمامي في مواجهة محمد حمود، الهمامي على يمين حارس المرمى يفتح باب التسجيل في منتصف أحداث الشوط الثاني. ينجح شادي الهمامي بترجمة الكرة بترجمة ركلة الجزاء ويسجل أول الأهداف في هذا اللقاء على يمين حارس المرمى. يعني نقترب من الأمتار الأخيرة في عمر اللقاء. حتى الآن يعني كلا المدربين يحتفظ بالتشكيل الذي بدأ فيه في هذا اللقاء. كرة عرضية خطيرة والتعادل من اللاعب المميز، من اللاعب الممتاز الذي لعب الشوط الثاني لفريق النجمة، اللاعب أكرم مغربي. إذن يسجل الهدف الثاني ويذهب مباشرة لعناق المدرب السيد تيو بوكير. لمسة عرضية كانت رائعة مثالية من أحمد عبد العزيز، لاحظ العمل الجماعي، مثلث جميل عباس عطوي، هي صورة الحقيقية. وفي أحيان أخرى لم يكن بالوضعية المعروفة فريق الكويت، لازال يعني يعاني حقيقة بعض يعني من غياب التركيز. هذه كرة سريعة خطيرة فيها فرصة كبيرة والشباك تهتز بقدم الكبير صاحب الخبرة وليد علي. وليد علي إذن في اللحظات القاتلة في الوقت المقدر بدل ضائع في اللحظات والثواني الأخيرة يأتي بالهدف القاتل لصالح نادي الكويت الكويتي في شباك نادي النجمة اللبناني. هدفين لهدف إذن هنا لعادة من جديد. الكرة بدأت من الناحية. من داخل منطقة الجزاء تدخل آخر، محاولة لا زالت مستمرة، الإبعاد يأتي والمحاولة لرائد التحدي، رائد التحدي.
التحدي. هو صاحب هدف التعديل العنزي، هذا خطر. هذا الرائد للهدف الأول لنادي الجهران، الهدف الأول عاد الرائد، هذا هو ملك الفلاشات. الآن الكرة الماضية، الآن لدينا محاولة إلى الخلف مقطوعة، بحث عن الأخطاء، وهذه إحنا الأخطاء، كرة هدف ثاني، الثاني للرائد، والمحاولة بحث فيها لعنزي عن الخطأ، وبالتالي استثمر الخطأ في المحاولة الماضية لعنزي، ويضع الكرة في الشباك، يسجل من خلالها الرائد الهدف الثاني. ويضع آخر أيضا في نادي الرائد ماجد شرف، محاولة إلى الأمام لا زالت مستمرة، المحاولة قائمة، خطيرة، هدف التعديل، هدف التعديل يأتي للجهرة. الإثارة تأتي في شوط المباراة الثاني، فيصل عواض هو اللي يضع الجهرة في التعديل الآن. من داخل منطقة الجزاء، تدخل آخر، محاولة لا زالت مستمرة، الإبعاد يأتي، والمحاولة لرائد التحدي، رائد التحدي هو صاحب هدف التعديل العنزي، هذا خطر. هذا الرائد للهدف الأول لنادي الجهران، الهدف الأول عاد الرائد، هذا هو ملك الفلاشات. الكرة الماضية، الآن لدينا محاولة إلى الخلف مقطوعة، بحث عن الأخطاء، وهذه إحنا الأخطاء، كرة هدف ثاني، الثاني للرائد، والمحاولة بحث فيها لعنزي عن الخطأ، وبالتالي استثمر الخطأ في المحاولة الماضية لعنزي، ويضع الكرة في الشباك، يسجل من خلالها الرائد الهدف الثاني. ويضع آخر أيضا في نادي الرائد ماجد شرف، محاولة إلى الأمام لا زالت مستمرة، المحاولة قائمة، خطيرة، هدف التعديل، يأتي للجهرة. الإثارة تأتي في شوط المباراة الثاني، فيصل عواض هو اللي يضع الجهرة في التعديل الآن. من داخل منطقة الجزاء، تدخل آخر، محاولة لا زالت مستمرة، الإبعاد يأتي، والمحاولة لرائد التحدي، هو صاحب هدف التعديل العنزي، هذا خطر. هذا الرائد للهدف الأول لنادي الجهران، الهدف الأول عاد الرائد، هذا هو ملك الفلاشات. الكرة الماضية، الآن لدينا محاولة إلى الخلف مقطوعة، بحث عن الأخطاء، وهذه إحنا الأخطاء، كرة هدف ثاني، الثاني للرائد، والمحاولة بحث فيها لعنزي عن الخطأ، وبالتالي استثمر الخطأ
في المحاولة الماضية لعنزي ويضع الكرة في الشباك، يسجل من خلالها الرائد الهدف الثاني. ويضع آخر أيضا في نادي الرائد ماجد شرف، محاولة إلى الأمام لا زالت مستمرة، المحاولة قائمة خطيرة، هدف التعديل. هدف التعديل يأتي للجهرة. الإثارة تأتي في شوط المباراة الثاني. فيصل عواض هو اللي يضع الجهرة في التعديل الآن في شوط. من داخل منطقة الجزاء تدخل آخر، محاولة لا زالت مستمرة، الإبعاد يأتي والمحاولة لرائد التحدي. رائد التحدي هو صاحب هدف التعديل لعنزي. هذا خطر، هذا الرائد للهدف الأول لنادي الجهران، الهدف الأول عاد الرائد. هذا هو ملك الفلاشات. الكرة الماضية الآن لدينا محاولة إلى الخلف، مقطوعة بحث عن الأخطاء، وهذه إحنا الأخطاء. كرة هدف ثاني، الثاني 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 للرائد، الثاني للرائد، والمحاولة بحث فيها لعنزي عن الخطأ، وبالتالي استثمر الخطأ في المحاولة الماضية لعنزي ويضع الكرة في الشباك، يسجل من خلالها الرائد الهدف الثاني. ويضع آخر أيضا في نادي الرائد ماجد شرف، محاولة إلى الأمام لا زالت مستمرة، المحاولة قائمة خطيرة، هدف التعديل. هدف التعديل يأتي للجهرة. الإثارة تأتي في شوط المباراة الثاني. فيصل عواض هو اللي يضع الجهرة في التعديل الآن.